تحت الأمطار الغزيرة على ملعب العهد حقق شباب الساحل فوز جديد هالموسم، وهالمرة كان تضامن صور الضحية بثنائية رد أمام مدرجات فارغة تماما من الجمهور. الجو البارد انعكس على مستوى الفريقين خصوصا بالشوط الأول، مع أفضلية نسبية للساحل من جانب الاستحواذ وخطورة أبرز للتضامن على مرمى الحارس عباس شيت. الفرص القليلة سيطرت على الشوط، وحاول كل من الفريقين خطف هدف التقدم. شباب الساحل اعتمد على الكرات الثابتة والعرضية، بينما تميز التضامن بالتسديدات البعيدة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. 15 دقيقة على بداية الشوط الثاني كانت كافية ليفتتح الساحل التسجيل عن طريق المخضرم وسيم عبد الهادي، مستثمرا أمامية زهير عبد الله وسوء تقدير المدافعين. صاحب الأرض وصل أفضليته النسبية عبر تحركات أمير الحاف اللي كاد يسجل الهدف الثاني ويحسم الأمور عبكير. أما التضامن فاعتمد على انطلاقات سعيد عواضة وتسديدات خضر نجدي وغيره يلي انتهت جميعها خارج المرمى أو بين أحضان الحارس شيت. الساحل يلي لعب بغياب عماد الميري وحل مكانه حسين نصر الله خاض الدقائق الأخيرة من المباراة بصفوف أقل بعد طرد نصر الله لنيله الإنذار الثاني بدقيقة 86. ورغم الشيء ما تأثر حسن ظاهر وزملائه ونجحوا بتسجيل هدف ثاني عن طريق كريستر ميلو رونيو. الجمهور السوري عم ينتظر فترة الاستراحة بين مرحلتي الذهاب والإياب ليتعاقد الفريق مع لاعبين جداد ويتعافى المصابين. أما الساحل فأكد أسبوع جديد أنه منافس جدي على اللقب.